مساء الخير، مساء المحبة والأهل الصدرنا، تحية من القلب يطيب شبابها مسكا وريحان. عندكم رهبة 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 لا يزال فيها. تبارك الله عليكم، شرفتم حضوركم، سعيدة الأنشطة الثقافية الهادفة التي تنظمها جمعية الأمل للتنمية الثقافية والاجتماعية بطنجة لفائدة الفتيات والمرأة. بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، تحتضن دار الشباب حسنونة الملتقى الأول لمولوديات 2023، والتي تسعى من خلاله الجمعية فتح المجال للمرأة طنجوية للاستمتاع خلال هذه الأمسية الموسيقية بمعزوفات وأغاني عربية دينية ومغربية من الزمن الجميل. وحسب ردود الفعل الأولية من النسخة من هذه النسخة، والتي جعلت المنظمون يراهنون على الاستمرار في هذا المنهج وعلى هذا المنوال من خلال إشراك جمهورها النسائي في ترديد مختلف الأغنيات بمعية الفنانة المقتدرة إيمان الريحاني صحبة الأوركسترا الموسيقية، كما كانت فرصة للجمهور وللفرقة للتغني بأغاني وطنية بمناسبة احتضان المملكة المغربية لأطوار كأس العالم 2023. فموعد الجمهور الكريم مع النسخة الثانية، والتي ستتم الإعلان عنها في القريب العاجل إن شاء الله، وشكرا لكم جزيلا. Thank you.
على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.